بسم الله الرحمن الرحيم. تشكر الأخوين اللي تمثلوا منابر إعلامية شباب نيوز وأصوات معكم اللي تكبدوا عنا السفر وحضروا معنا في دورة استثنائية لشهر غشت. هذه الدورة اللي جات عن طريق واحد المبادرة ديال مجموعة من الإخوان اللي ارتأوا باش يطالبوا دورة استثنائية اللي تتضم واحد جوج نقاط هي مهمة ومستعجلة، وهو التعويض الهزيل ديال لاسيرونس على التعويض الفلاحي، والنقطة الثانية المشاكل ديال الماء وداكشي النقص الحاد اللي تتعيشوا الجماعة وبالخصوص في النواحي ديال المركز. المركز الحمد لله ما تنعانيش فيه مشكل، ما فيش مشكل كثير، ولكن عندنا النقص الحاد في النواحي ديال المنطقة. بالنسبة للنقطة الأولى اللي تتعلق بالتعويض الهزيل ديال الفلاحة، لأن كان احتجاج في الحقيقة لا ديال الساكنة ولا ديال الجماعة وعلى هذا التعويض، لأن كل شيء تتسأل على أسباب ديال هذا التعويض هذه السنة اللي كان هزيل مع عمر عرفاته المنطقة. ولكن ممثل ديال الفلاحة مشكور نور المجلس، أعطى بعض المعطيات وبعض الأسباب اللي أدت إلى هذا التعويض، لأن كما شرح لأن في هذه السنة كانت خاصة، لأن التعويض ديال إحنا تقول المنطقة ديالنا هي منتمية إلى زون 2 منطقة جوج، والمنطقة جوج عارف التعويض الأعلى ديالها هو هذا العام هبط من 900 درهم 700 درهم، وهذاك المينيموم اللي كان تيعطوا الفلاح في حالة الجفاف 300 درهم هذا العام ما بقاش، يعني تيعطوك المردود الحقيقي ديال الهكتار. إلا كان درهم ولا 10 درهم ولا 100 درهم راه تيتخاض، كما كان هذا العام بالنسبة للقمح الطاري كان 87 درهم والشعير شي 150 أو 160 درهم، اللي اعتبروا الفلاح هذا حيف وفي حقهم، وكان احتجاج ومن هاد ضغطوا على بعض الاخوان الممثلين، ومن هاد الاساس جات هاد النقطه. تنتسائلوا حنا بحالنا بحال المواطنين تنتسائلوا على اسباب ديال هاد التعويض هذا. جا الممثل مع الاسف ممثل ديال لاسيرونس ما جاش، اللي كان هو صح هو اللي معني بالامر اللي كنا باغيين يعطينا توضيحات على هاد التعويض، مع الاسف ما جاش، والاخوان سجلوا احتجاج ديالهم على الغياب ديالو. وديال الفلاحه اللي هو مشكور راه عطى التوضيحات الكافيه للمجلس وشرح للاخوان هذا التعويض شنو الاسباب ديالو. النقطه الثانيه مثلا الممثل ديال الماء ديال لونيب قطاع لونيب لو ما جاش، وسال المجلس باش ياجل هذه الدوره الى الدوره المقبله، لان المنطقه سيرتو هذوك اللي كوندويت دوك تعرفوا بعض مشاكل من ناحيه ديال التسربات كذا، وكنا طالبنا سابقا المديريه الاقليميه للماء باش تجي تعطينا شي لجنه تقنيه باش دير واحد الفحص شامل للمنطقه على هاد النقاط ديال التسربات، لان تتعرف المنطقه كثيره باش نعالجوا، لان تتسرب الماء تتسرب وتضيع بشكل كثير في هاد النقاط هذه. وطالبنا حتى المديريه باش تعزز هاد المصلحه اللي عندنا، راه فيها مدير واحد وفيها واحد شخص واحد اللي هو شاد منطقه الزحليه وشاد الغوالم اللي هي مناطق شاسعه، هي صعيب عليه باش ياثر هاد المناطق كلها. تنطالبوا باش يعزز الموارد البشريه في هاد المصلحه هذه. وتشكركم مره اخرى الاخوان الممثلين ديال المنابر الاعلاميه، وشكرا جزيلا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.